نوصل العب الاكاديمية نور صبري انضم بيها. انا جيت لهاي الاكاديمية اكاديمية الكابتن نور صبري للتعلم اساسيات كرة القدم واحقق انجاز 2007 كما اكون مثل الكابتن يونس محمود والكابتن نشأت اكرم والكابتن قصي منير واحمد راضي ليث حسين. وانا جيت لهاي الاكاديمية ولقيت يعني مدربين زينين. كل واحد يجب ان يكون عنده شخصية. نعم ينظر إلى النجم، ينظر إلى أنه قدوة، يأخذ من حياته وطريقة وصوله إلى ما وصل إليه درس، أو يأخذ ممكن بعض الأمور يمر بها بنفس ما مر بها النجم. نعم، لكن إن شاء الله أتمنى يطلعون أكثر من نور صبري بهذه الأكاديمية، بالتالي إذا طلعنا بمواهب جيدة راح يكون أنا أكون سعيد جداً. يعني اذا اتكلم عن حراسه المرمى مثلا الان يعني بالاكاديميه، فاحنا عندي اكثر من ممكن راح يوصل العدد الى 80 حارس. وحده هذا العدد يشعرك بالفرح، لانه بالتالي مثلا عندنا احنا عندنا الان في مركز حراسه المرمى هناك يعني خلينا نقول هناك يعني موضوع حراسه المرمى هناك صعوبه بالمنتخبات الوطنيه. بصراحه مركز حراسه المرمى مظلوم، ما حد ينطي اهتمام، ما حد ينطي رعاية، مهما قدمنا بصراحة التقييم جدا قليل وبسيط بيهم في سبيل يطلعون إن شاء الله أفضل من المصدر. دوري الفئات العمريه ضعيف جدا، او بالاحرى تقول ماكو، كان ما موجود. هاي المدارس الكرويه والاكاديميات هاي بدها تعطي لاعبين للانديه. هسه انا اشوف اكثر مدربين الانديه يحضرون في بعض الاحيان هنا عندنا، يحضرون يشوفون، وهذا الشيء اللي هو يخلينا يكون عندنا دافع ان نشتغل اكثر حتى نقدر نعطي اللاعبين للانديه او نسوقهم لانديه ثانيه. نتمنى من هاي الاكاديميه شيء، يعني نقول الموهوبين قد يكونون عمله نادره الان في الوقت الحاضر. نعم موجودين لاعبين موهوبين لكن تكون عدد قليل، لكن اللاعبين الجيدين اللي قد يكونون الاسابيع القادمه الاشهر القادمه يتحول من لاعب جيد الى لاعب موهوب، لان يمتلك الامكانيه يمتلك الاساسيات. فنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا خلال عملنا في هذه الاكاديميه ونخرج جيل جديد للأندية أو حتى على مستوى المنتخبات. غايتنا من هذه الإنشاء الأكاديمية الآسيوي وحتى في أوروبي في الأفق، في موجود كثير من الدعوات العربية وكثير من الدعوات الآسيوية وحتى الأوروبية، هنالك معسكرات، هنالك بطولات في دول أوروبية. أنا أشجع يعني وأحيي المشروع اللي أعتبره فد مشروع وطني ومشروع يخدم الرياضة. جيت لأكاديمية نور صبري لأصبح لاعب معروف محليا ودوليا، واسم نور صبري جذب اللاعب والمواهب الكروية الصغار، وجيت لأتعلم أساسيات كرة القدم لأصبح مثل يونس محمود نور صبري وغيره من اللاعب الذي حققوا إنجاز 2007. أنا أمنيتي أن أصل مثل الكابتن نور صبري، يعني كابتن نور صبري صاحب 2007 يعني إنجاز يعني حيل كبير، واحترف كثيرا من الأندية في الإمارات وإيران كابتن نور صبري، وإن شاء الله نتمنى أن نحترف مثل كابتن نور صبري كما احترف بالدوريات العربية والمحلية إن شاء الله.